المعادلة العامة للدائرة. ذكرنا سابقا أنه معادلة الدائرة هذه الصيغة مالتها، وهذه يسموها الصيغة القياسية. وببساطة أنه إذا نفتح التربيع، يعني إحنا إذا نفتح التربيع مثل ما تعرفون، المربع الأول إشارة الأوسط، 2 في الأول في الثاني، مربع الثاني، بعدين هذا الزائد، بعدين نفتح المربع الثاني بنفس الطريقة ونرتب الحدود، فراح نحصل على معادلة. وهذه المعادلة الصيغة مالتها هذه x تربيع زائد y تربيع زائد ax زائد by زائد c تساوي صفر. والa هنا راح هي عبارة عن ناقص 2h، والb ناقص 2k، والc هي h تربيع زائد k تربيع ناقص r تربيع. مجرد غيرنا الشكل مال الدائرة لكن القوانين نفسها. وطبعا من c هذه نقدر نطلع الr، هذه الr، وطبعا الار يجب ان تكون دائما اكبر من الصفر، ونقدر نطلع الكي ونقدر نطلع الاتش. زين، الصيغ مال الاسئله تتكرر بنفس الطريقه، لكن هنا مكان ما نعتمد على هذه الصيغه راح نعتمد على هذه الصيغه. اذا معادله الدائره بالصيغه العامه هي هاي، هذه، ومعادله الدائره بالصيغه القياسيه هي هذه. بعض الاسئله بعد أنه يطلب معادلة الدائرة، يقول جيت معادلة الدائرة، بعدين مثلا يذكر أنه وضعها بالصيغة العامة مثلا، فلازم نخليها بهذه الصيغة. والبعض أيضا بالعكس، يعني فننتبه إلى هذه الصيغة من الأسئلة. المثال هنا نجد إحداثيات مركز نصف قطر الدائرة، عندي هذه دائرة وموضوعها بالصيغة العامة، والمطلوب هو إيجاد المركز ونصف القطر. السؤال ببساطة مجرد نقارن هذه المعادلة مع المعادلة العامة اللي شفناها قبل شوية. لكن نشوف دائما بالرياضيات نحاول أنه نضع الأمور في أبسط ما يمكن، يعني إذا نقدر نبسط الأمور فنضعها في أبسط ما يمكن. يعني هسه لو نشوف أنه هنا 2 هنا 2 هنا 12 هنا 8 هنا 6، فمن الممكن أنه هذه المعادلة نضربها في نصف، نضرب الطرفين المعادلة في نصف، أو نقسم الطرفين على 2 نفس الكلام. فبذلك يكون على مود يكون معامل الأكس تربيع يساوي 1 بدل 2، ومعامل الواي تربيع يصير 1 بدل 2، وهذا يصير 6 بدل 12 وهكذا. إذن الخطوة الأولى اللي راح نجريها هو ضرب المعادلة هذه في نصف، فتتحول إلى شنو؟ تتحول إلى مثل ما هنا مسوي، هو هنا شوف ضاربها في نصف، لاحظ ضاربها في نصف، فالثنين هنا صارت 1، هاي معامل x تربيع 1 ومعامل y تربيع كذلك، وهي 12 صارت 6، والثمانية صارت 4 بالسالب، والستة صارت 3، وطبعا الطرف الآخر دا نضربه في نصف يبقى هو صفر، نص في صفر يساوي صفر. زين، هسه شلون المطلوب لحظة السؤال؟ يريد المركز ونصف القطر. فالقوانين اللي شفناهن، المركز شبي بي اتش و كي، احنا عندنا ذكرنا انه الاي تساوي ناقصا 2h. زين، اذا الاتش تساوي، يؤدي الى الاتش تساوي، نقدر نسوي قانون هذا ونقدر نحفظ هذا القانون، بس قانون الاي، الاتش تساوي هنا راح يصير عندي ناقص 2 وهنا راح يصير اي، ونجد قيمة ال h. طبعا ال h قد هنا الاي، لو نقارن هاي الصيغة مع الصيغة القياسية راح نجد انه ال i هنا تساوي 6، لان ال i هو معامل ال x، ال i تساوي 6، ف 6 راح يصير عندي 6 على ناقص 2، فنجي نعوض 6 على ناقص 2 يساوي ناقص 3، وإذا ال h يساوي ناقص 3 مثل ما طلعنا. وبالنسبة لل k نفس الشيء، ال k عندنا احنا ال b تساوي ناقص 2k، يؤدي إلى أن ال k تساوي b على ناقص 2، وال b هي المعامل مال ال y، ولاحظ ال b هو معامل ال y، هذا معامل ال y حسب القانون، يساوي سالب 4، ما ننسى الإشارة، فراح يصير عندي سالب 4 على سالب 2، السالب تقسيم السالب راح يصير موجب، وأربعة على 2 يساوي 2، إذن راح يصير عندي الكي تساوي 2، هذا لقى المركز. زين، بالنسبة للمركز طبعا نصف القطر، شلون نلقى نصف القطر؟ نصف القطر القانون الآخر، هذا هو القانون، فمن خلاله أستطيع أن أجد الآر، إن
عبر السي هنا هاي الجهة والار نجي من هاي الجهة الار تربيع طبعا فيصير عندي اش تربيع زائد كي تربيع ناقص سي اذا الار نجذر الطرفين ونحصل على الاتي وبعض الطلاب يحفظوه هذا يحفظوه كيف انت تحفظ هذا القانون من عنده تشتاق لانه مرات احيانا يطلب الاش احيانا يطلب الكي احيانا يطلب الار ومرات اذا تريد يعني كيفك انت تحفظ القانون الاصلي وتشتق من عند البقيه او تحفظ القوانين الفرعيه يصير عليك هوايه فافضل انه تحفظ قانون واحد حتى هم لا تخلط بين القوانين طبعا المعلومات كلهم الاتش لقيناها قبل شويه سالب 3 والكي لقيناها قبل شويه 2 واما السي فهو الحد اللي هو مطلق بالمعادله العامه هاي الصيغه العامه الحد المطلق اللي هو 3 فهو عوض لاحظ هنا أنا عوض ال h هو مثل ما قلنا سالب 3 وبالتربيع يصير 9 زائد ال k هو 2 وبالتربيع يصير 4 وال c هذا ناقص c ما عليه تربيع ونحسبها هذه 9 زائد 4 ناقص هذا يساوي جذر 10 والنصف القطر يبقى علينا شنو يبقى علينا فقط أو هو ما طالب معادلة الدائرة بس هو طالب معادلة الإحداثيات مركز نصف القطر ما طالب معادلة الدائرة أصلا معادلة الدائرة هو منطيها بالسؤال لكن قد ممكن في سؤال آخر يقول جد الصيغة القياسية فممكن أنه نكتب القانون العوض لأن عندنا السي وعندنا الأر مثال هنا أكتب المعادلة العامة للدائرة التي مركزها السي واحد بسالب 3 ونصف قطرها 2 لاحظ أنه عندي المركز وعندي نصف القطر إذن أستطيع مثل ما ذكرنا سابقا عندي حافظ القانون هذا مجرد تعويض بسيط لكن هنا أنا يريد المعادلة العامة يعني شنو يعني ورا ما تخلص افتح لي هاي الأقواس ورتب الحدود بحيث نحصل على المعادلة العامة إذا هذه الصيغة أو المعادلة القياسية لقيناها بالتعويض المباشر x ناقص h لكل تربيع زائد y ناقص k لكل تربيع يساوي r تربيع تعويض مباشر موجودات عندنا اثنينات المنطقين بالسؤال وبعدين نجي نفتح التربيع هذا ونرتب الحدود ونحصل على المعادلة العامة وهذا سؤال أيضا بسيط مثال نجد معادلة الدائرة التي تمر بالنقط مطينا ثلاث نقط تمر بالدائرة طبعا لازم الطالب ينتبه إلى فد شغلة أنه أحيانا يقول النقاط هذني الدائرة تمر بالنقط يعني قد يكون هذا النقاط ترتيبهن بهذه الطريقة واحد بصف الثاني أو يجوز واحد لكن هو على كل هو ما قايل إنه هذول النقاط إن هم طرفي قطري قطر مثلا ما قال طرفي قطر فالمسافة بين أي من النقطتين بين هذه وهذه هذه وهذه هذه وهذه قد تكون هي قطر وقد تكون لا ما نقدر نستنتج ما نقدر نعتمد على أنه هذولي النقاط مثلا صايرين أطراف أحد الأقطار وإنما قد يكون واحدة بصف الثانية يعني مثل هاي مثل هذه هذه وهذه وهذه زين فننتبه إلى هذه الحالة ننتبه شو وقت يقول أنه الدائرة تمر بالنقاط نقطة الفلانية بالنقطتين بالثلاث نقاط أو يقول هذول النقاط هم أطراف قطر لازم ننتبه إلى هذه الحالة في حالة أنه تمر فقط تمر إذن عندنا شنو عندنا أكو قد شغلة أنه دول النقاط يحققون معادلة الدائرة طبعا يحققونها بصيغتها العامة وبصيغتها القياسية نفس الشيء طالب يقدر يجاوب بالطريقتين في كل الأحوال إيش كم مجهول عندنا في هذه المعادلة عندنا ثلاث مجاهيل الـ A والـ B والـ C أما إذا اعتمدنا على الصيغة الأخرى فأيضا ثلاث مجاهيل بالصيغة الأخرى اللي هي الصيغة القياسية x ناقص h لكل تربيع زائد y ناقص k لكل تربيع يساوي r تربيع فهنا أنا أيضا عندي ثلاث مجاهيل منهم الثلاث مجاهيل الـ h والـ k والـ r الـ h والـ k اللي يطلعوا لي c والـ r اللي هو النصف القطر فطالب الخير يحل بهذه الطريقة يحل باستخدام الصيغة القياسية أو باستخدام الصيغة العامة طبعا بالرياضيات ما دام عندنا ثلاث مجاهيل فيجب أن ينطينا يجب أن نحصل يعني على ثلاث معادلات في حالة عندي مجهولين لازم أحصل على معادلتين في حالة مجهول واحد معادلة واحدة تكفي دائما عدد المعادلات
يساوي عدد المجاهيل. لو عندي أربع مجاهيل يجب أنه أحصل على أربع معادلات. زين، شلون أحل هاي المعادلات؟ بالحذف، بالتعويض، بأي طريقة درسها الطالب. لكن على كل إن إذا ثلاث معادلات الطالب شوية يعني ما مألوف عنده أنه يحل نظام بثلاث معادلات، الطالب مألوف عنده يحل نظام بمعادلتين، فنحاول أنه نحصل على معادلتين ونعوض الثالثة بهم حتى يصير اثنين يعني. طبعا الكتاب معتمد على الصيغة العامة، معتمد على الصيغة العامة، وإحنا راح نحلها بطريقة أخرى باستخدام الصيغة القياسية، وما أعتقد ذاك الفرق الكبير بالنسبة لل يعني، مو قصة هذا أصعب وهذا أسهل، تقريبا نفس الشيء، لكن على كل طريقة ثانية إذا الطالب يفضل ذيك الطريقة. فالصيغة القياسية هي هذه والنقاط هذول الثلاث. طبعا حتى أكو شغلة أنه الطالب أحيانا يكون عنده خبرة بالأمور الجبرية، شلون يتعامل وأي طريق يسلك، فرق عن الطالب اللي قد يمشي بشكل عشوائي. وطبعا الاثنين يوصلون للحل، هما الاثنين يوصلون للحل، لكن قد يكون الطالب صاحب الخبرة ممكن يوصل للحل بطريقة أسهل وأسرع. فإحنا هسه عندنا ثلاث نقاط، هذه نقطة، هذه نقطة، هذه نقطة. السؤال أنه طبعا ثلاث نقاط راح نعوضها بهاي المعادلة ونحصل على ثلاث معادلات، ونعوض واحدة بالثانية ونحاول أنه نحصل على مو ثلاث معادلات قدر الإمكان، معادلتين أو حتى معادلة واحدة، ونعوض يعني بطريقنا حتى لا نوصل إلى طريق الحذف والتعويض. وبالمناسبة أيضا إحنا نتوقع أنه ما تدفع طريقة الحذف، لأنه راح يصير عندي من الدرجة الثانية، وإذا معادلة من الدرجة الثانية قد شوية عملية الحذف يعني ما تشتغل، ما تفيدنا، توقع بس تعويض. فنرجع للشغلة أنه الطالب اللي عنده خبرة، الطالب اللي عنده خبرة ممكن أنه نعوض في هذه النقطة قبل ذول النقاط. ليش؟ لأن هذه بها أصفار هواي، نعوض بالنقطة اللي بها أكبر قدر ممكن من الأصفار، وإذا ماكو أصفار فأقل أصغر الأرقام يعني، حتى العمليات الحسابية لا تتعبنا. أنه نقدر نستخدم، طبعا تعرفون الصفر راح يكنسل لنا هواي شغلات. إذا راح نباشر أولا مرة راح نعوض في هذه النقطة الإعادة بسرعة أنه إحنا اللي راح نسويها لحل هذا السؤال اللي هو جد معادلة الدائرة التي تمر بالنقاط، اللي راح نسوي أنه نعوض المعادلة القياسية في هذه النقاط، نعوض نقطة نقطة، النقطة الأولى بعدين النقطة الثانية بعدين النقطة الثالثة. ليش النقطة الأولى؟ لأنه بها أصفار أكبر. ليش النقطة الثانية؟ لأنه بها صفر يعني واحد. وبالأخير يلا نعوض على هذه حتى لا تطلع عندنا أرقام كبيرة ويعني ممكن أنه نخطأ بها. إذا نبدأ نعوض بالنقطة الأولى. طبعا شو نعوض؟ مو H و K وإنما X و Y، هذه X وهذه Y. فش راح يصير عندي؟ صفر ناقص H الكل تربيع، صفر ناقص H الكل تربيع زائد Y اللي هو أيضا صفر، هذا Y، صفر ناقص K الكل تربيع، العفو الكل تربيع يساوي R تربيع. هنا لاحظ أنه هذه المعادلة تحتوي على ثلاثة مجاهيل، تحتوي على ثلاثة مجاهيل، وهذا الشيء متوقع لأنه لحد الآن عوضنا إحنا بالمعادلة الأولى. خلي أرتبها، أجيب الR تربيع منه، أو هنا يؤدي إلى أجيب الR تربيع منه. طبعا هاي السالب يروح بالتربيع، وهذا أيضا السالب يروح بالتربيع، وهذا راح يصير H تربيع زائد K تربيع، H تربيع زائد K تربيع. هذه المعادلة اللي خلنا نخليها داخل مستطيل حتى نرجع لها متى ما شئنا. الخطوة اللي بعدها مثل ما اتفقنا راح أعوض بالنقطة الثانية، أعوض بالنقطة الثانية، هاي معادلة الدائرة. فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 2 الأكس هو 2 ناقص H الكل تربيع زائد Y اللي هو 0 ناقص K الكل تربيع يساوي R تربيع. والR تربيع احنا طلعناها H تربيع زائد K تربيع يساوي H تربيع زائد K تربيع. واشوف اتعامل بها جبريا هذه، طبعا هذا 2 ناقص 0 هاي افتحها مربع الاول مربع 2 في الاول في الثاني الى اخره، وهذا 0 ناقص K صفر يروح وسالب K تطلع بموجب، فالناتج راح يصير كالاتي: مربع الاول 4 واشارة الاوسط هذه ناقص، ف2 في الاول في الثاني 2 في 2 4 في H 4H
زائد مربع الحد الثاني اللي هو h تربيع زين زائد، وهنا هذا الصفر يروح، وناقص k الكل تربيع يصير k تربيع، يصير k تربيع، وتساوي هنا الطرف الآخر h تربيع زائد k تربيع زين. طبعا أستطيع أنه هذولي h تربيع و k تربيع أنقلهم للجهة الثانية فيصيرون بالسالب، فإذا صار بالسالب ال h إذا صار بالسالب يروح ويا هذه وال k يروح ويا هذه، أو أقدر قسم من الطلاب منها يقول هذه تروح ويا هذه وهذه تروح ويا هذه، تروح يعني يصير صفر، يصير صفر. فايش قد بقى عندي؟ بقى عندي خلينا نخليها هنا نكتبها، يؤدي إلى أربعة ناقص أربعة h يساوي صفر، والأربعة أدور للجهة الثانية فيصير ناقص أربعة h يساوي ناقص أربعة، ومنها يؤدي إلى أن ال h تساوي واحد، يؤدي إلى ال h تساوي واحد. وهذا أيضا الشيء اللي اكتشفنا هسه أول شيء. طبعا هسه إذا أرجع لهنا ال r راح يصير أبسط، ال r راح يصير أبسط، إذن راح يصير عندي ال r تربيع ايش يساوي؟ يساوي h تربيع يعني واحد تربيع يعني واحد ناقص ال k تربيع، ناقص ال k تربيع، وهذه أيضا أخليها داخل المستطيل. الخطوة اللي بعدها أعوض بالنقطة الأخيرة، أضطر أنه أعوض بالنقطة الأخيرة، لاحظ أنه ما فيها أصفار وما عندي مشكلة هسه، فراح يصير عندي أيضا نفس الشيء، ال x اللي هو 3 ناقص h الكل تربيع زائدا y اللي هو ناقص 1، هذا ناقص 1 ال y ناقص k الكل تربيع يساوي r تربيع، وال r تربيع صارت بشكل أبسط، صارت 1 ناقص k تربيع. وحتى للسهولة راح أمسح هذا الـ H وأخلي ما يساويه واحد، فأمسح هذا الـ H وأكتب قيمته اللي هي واحد، وأجي أتعامل هنا أنا راح أفتح هذا الأقواس هذه أفتحها أيضا، طبعا هاي ثلاثة ناقصا واحد اثنين، وتربيع راح يصير أربعة. العملية لاحظ العملية صارت راح تكون أبسط شيء فشيئا، هنا أنا أفتح هذا مربع الأول مربع الواحد هو واحد زين، اثنين في الأول في الثاني، اثنين في واحد في سالب واحد يعني سالب اثنين، في سالب كي سالب بسالب موجب، فيصير عندي موجب اثنين كي، واخيرا مربع الثاني، الثاني هو سالب كي بس من ربع الكي السالب يعني يصير موجب، فيصير عندي زائد كي تربيع، وهنا يساوي واحد ناقص كي تربيع، واحد ناقص كي تربيع. اكو عندنا خطأ، هاي زائد وليس ناقص، هذا زائد هذا زائد وهذا زائد، كليات الجبرية نتأكد من عدها شوية، وطبعا هذا أيضا زائد، هو هنا زائد زين. فشنو راح يصير عندي؟ أيضا هاي الكي تربيع من أنقلها للجهة الأخرى تصير بالسالب، فهذه تروح بهذه دول يروحون، ويبقى عندي لاحظ أنه هذه هذا الشيء اللي نشوفه، هاي معادلة من الدرجة الأولى بمتغير واحد، إذا أقدر ألقى الكي بكل سهولة، فهنا راح يصير عندي أربعة زائد واحد، أو هخلي هذا الواحد هم يروح ويا هذا الواحد، فشي يصير عندي أربعة زائد اثنين كي يساوي صفر، يساوي صفر، طرف هذا صار صفر، ومنها يؤدي إلى الكي، هاي الأربعة ننقلها للجهة الأخرى فتصير بالسالب، ويصير عندي الكي تساوي سالب اثنين، كي تساوي سالب اثنين، وأيضا هذا الشيء اللي مهم اللي اكتشفناه واللي لقيناه أثناء العمليات الجبرية واللي راح يفيدنا كثيرا في حل هذا السؤال. فإذا نرجع للآر، نلاحظ الآر تربيع مرة ثانية، الآر تربيع، الآر تربيع يساوي واحد زائد كي تربيع، والكي صارت اثنين بالسالب، وإذا ربعها يصير بالموجب، إذا الآر تربيع يساوي خمسة، ومنها أن الآر يساوي جذر الخمسة، آر يساوي جذر خمسة، وطبعا مثل ما ذكرنا سابقا أنهما حد زائد ناقص، لأن الآر كمية يجب أن تكون موجبة. نحل السؤال، ما عندي هسه، لقيت ال C المركز الاحداثياته H بK، ال H واحد وال H واحد هذا، وال K سالب اثنين، ولقيت ال R اللي هو خمسة، إذا أكتب القانون مرة ثانية، X ناقص عن H الكل تربيع زائد وناقص K الكل تربيع يساوي R تربيع، وكل الأشياء هذه معلومة عندي، فراح يصير عندي X ناقص ال H اللي هو واحد تربيع زائدا y ناقص k اللي هي موجب 2 راح يصير زائد سالب 2 اللي راح يصير موجب 2 الكل تربيع يساوي
جذر 5 والتربيع يروح ويجذر يصير 5. طبعا السؤال هو هذا اللي طلبه، ما طلب المعادلة أنه نخليها بالصيغة العامة ولا طلب بالصيغة القياسية، بس إذا طالب نحولها إلى صيغة العامة على مود تطابق الحل نفس التمرين اللي بالكتاب، فتعرفون هاي بعد شو اسوي، اربع الاول مربع الاول، اثنين في الاول في الثاني، اثنين اكس في ناقص واحد يصير ناقص اثنين في واحد اثنين اكس، وزائد المربع الثاني اللي هو اكس اللي هو العفو واحد تربيع واحد يعني واحد، وهنا زائد مربع الاول واي تربيع زائد اربعة واي، وزائد مربع الثاني اربعة، وخليها ناقص خمسة، دور الخمسة للجهة الثانية، ناقص خمسة تساوي صفر، وأجي أرتب الحدود عندي، فنفتح هاي الأقواس ونرتب الحل ويطلع نفس الحل اللي موجود بالكتاب بصيغته العامة.